وانضمت إلى فريق الجزيرة في الربع الأخير من العام الأول من عمر الجزيرة الزميلة شيرين أبو عقل مراسلة ثانية من القدس. أطلقت عليها النيران حسب شهود العيان، أطلقت من قناص وأصيبت بعيار النار أسفل الأذن، أي في المنطقة التي لا تغطيها الخوذة، وسقطت أرضا، ولم يكن هناك أي إطلاق نار من قبل المقاومين في تلك المنطقة. النيران حسب شهود العيان أطلقت من جنود الاحتلال. وهذه مشاهدينا الكرام وقفة احتجاج يقوم بها موظف شبكة الجزيرة هنا في غرفة الأخبار وفي استوديو الأخبار احتجاجا على اغتيال الزميلة شيرين أبو عقلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. قضت صعب حقيقة أن ننعى الزميلة العزيزة شيرين أبو عقلة. ليس سهلا ربما أن أغير الواقع، لكنني على الأقل كنت قادرة على إيصال ذلك الصوت إلى العالم. أنا شيرين أبو عقلة.